مباراته للقب الدوري التونسي يسعى النجم الساحلي إلى التعويض عندما يستقبل نادي الرجاء البيضاوي. ممثل جوهرة الساحل كثف من استعداداته لتجاوز عقبة ضيفه والمضي قدما في هذه المسابقة. الشامبيونات معناها مشات على الرواحة، حتى الأولاد مونتالمون معناها نساو المقابلة هذه، توا مركزين الناس كل على مقابلة الرجاء. سورتو لازمنا لونتام، نعملوا لونتام كبير برشا ونستناو في مساندة الجمهور، وإن شاء الله نكونوا في دور المجموعات إن شاء الله. المهمة تبدو في متناول النجم رغم صعوبتها، مستفيدا من أسبقية الأرض والجمهور وأدائه المتصاعد هذا الموسم بقيادة مدربه المخضرم فوزي البنزرتي وكوكبة من لاعبيه النجوم. في الجهة المقابلة حتى الرجاء رحاله بالعاصمة تونس محملا بطموحات كبيرة في تعويض خيبة خروجه من دور أبطال إفريقيا وتراجعه الكبير في الدوري المحلي بعد أن سلم مفاتيح لقب الدوري إلى الغريم التاريخي الوداد البيضاوي. تكون هي مقابلة حارقة، نجم الساحل غادي يستغل أرضية الملعب ديالو والجمهور، فرق الرجاء البيضاوي لقل الإيقاع ديالو، كنتمنى إن شاء الله نكونوا في الموعد ديالنا باش نحققوا التأهل لدور المجموعات، جميع اللاعبين المعلن المسؤولية اليوم، وكنتمنى نكونوا في الفورمة ديالنا إن شاء الله. نتمنى من الله باش تفوزوا فيها ونفرحوا الجمهور المغربي وخاصة جمهور فريق الرجاء البيضاوي، حنا جينا هنا عازمين باش نحققوا واحد النتيجة إيجابية. ورغم أن نتيجة الذهاب تصب في مصلحة قطب الكرة المغربية، إلا أن النجم الساحلي يملك من المقومات ما يجعله يقلب موازين المباراة وصنع المفاجأة على ملعبه ووسط جمهوره.